انطلق موافقات الجمهور والحضور الكريم 16 من الجيادة المهجنة الأصيلة إنتاج دولة قطر الحبيبة مسافة الميل من وسط الجيادة تلال وجيبي قمر خليفة من إشعيل الكواري والوصافة مجهول الزعيم أحمد دكتور أحمد محمد السلطي والسليم وأسعد السيابي خطوة بخطوة الصدارة مع الجوال كلاً بشكل جميل وقوي محاولات من الجهة الخارجية شاطر فوسيلة والجومبت والفارس عبد الحكيم مساكي ومن الجهة الوسطى صارت أبهى مربط الجريان وفالح مغنم المنعطف الأول ونقطة 900 متر والصدارة مع تلال الوصافة مع صارت أبهى وفي الترتيب الثالث شاطر فوتيلة في الترتيب الرابع تراجع لمجهول الزعيم اتجاها إلى المنعطف الأخير ونشاهد إعازات مبكرة ومجهول الزعيم في وضع اليد المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية تلال في صدارة مجهول الزعيم قادم تلال السيد خليفة بن إشعيل الكواري ومجهول الزعيم من وسط الجياد أبناء أحمد محمد الصليطي وسليم غلام ولكن الصدارة مع تلال تلال خليفة بن إشعيل الكواري وجيبي قمر الوصافة مع الجواد مجهول الزعيم في الترتيب الثالث كريم ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني. نتائج الشوط الأول أعزائي الجمهور والحضور الكريم المركز الأول الجواد رقم 15 تلال سيد خليفة بن إشعيل بن خليفة الكواري والفارس جيبي قمر والمدرب محمد جاسم بزاني معفروض بتوقيت وقدره تقريبا 38 ثانية وتسعة 20 جزء من الثاني أي تلك مشاركة إلى الجواد رقم 6 مجهول الزعيم ملك الدكتور أحمد محمد الصليطي وأبناء أخوات فارس أسعد السيابي وفي الترتيب الثالث جواد رقم 4 كريم سمو الشيخ والله انت يا محمود ما خرج الوقت بن خليفة بن حمد آل ثاني والفارس أنس السيابي وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 12 مزون ملك السلام والفارس الفارس الدبيان رويس وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 2 إيليس تمام سيد محمد عبد الله محمد عبد الله عبد الملك والفارس جيمي كوين المبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. مشاهدينا الكرام